بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أول درس هنتكلم على حول كتاب فتح القريب المجيب، المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. هو في كتاب اسمه التقريب لأبي شجاع، القاضي أبي شجاع ألفه وسماه غاية الاختصار، له شروح كثيرة، من ضمن شروحه فتح القريب المجيب، وهو أشهر شروحه لابن قاسم الغزي في فقه السادة الشافعي. ولماذا ندرس مذهب؟ أول سؤال، وما هو معنى المذهب؟ المذهب أضيق من الدين. المذهب، الدين يشمل مذاهب كثيرة، فالمذهب إحدى طرق تطبيقات الدين على قواعد معينة ذهب إليها عالم وصل لدرجة الاجتهاد، فده يسمى مذهب. فالمذهب هو ما يذهب إليه المجتهد في فهم أمور الدين من حيث الأحكام العملية من النصوص الشرعية وهي القرآن والسنة، ويؤصل قواعد ويبني عليها ما يذهب إليه من رأي، فهذا هو يسمى مذهب. وبالتالي المذهب يكون أضيق من الدين، فالدين يشمل مذاهب عديدة. الإمام الشافعي له أصول في مذهبه، ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق بشهادة أهل عصره، فكان يستحق أن يكون له مذهب. وكذلك الإمام مالك قبله كان له أصول وله مذهب، ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، فكان له آراء يستنبطها من القرآن والسنة. وكان قبل الإمام مالك الإمام أبو حنيفة كذلك، وبعد الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل. والمذاهب أكثر من هؤلاء الأربعة بكثير، ولكن لماذا استقرت على هذه المذاهب الأربعة؟ لأنها دونت تدوين دقيق موثق إلى صاحبها في معظم فروعها، فاكتملت وخدمت على مر العصور. أما المذاهب التي اندثرت كمذهب مثلا الأوزاعي الثوري وكثير من المذاهب، هي مجرد آراء منقولة في بعض الفروع وليست متكاملة، ولم يهتم أصحابها إن هم يوثقوها نقلا ونقدا وشرحا، فاندثرت ولم يبق منها إلا آراء تدرس في الفقه المقارن، لكن لا تسمى مذهب منفصل، لأنها لم تنقل نقل كامل كما نقلت هذه المذاهب الأربعة وخدمت هذه المذاهب الأربعة. ولذا استقر الأمر في التدريس على هذه المذاهب الأربعة من حيث فهم الفقه الذي هو المتعلق بالأعمال العملية، الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، هو ده الفقه. فلا بد للإنسان الدارس البادئ في التدريس في دراسة دينه أن يبدأ بدراسة مذهب معين حتى ينتظم ذهنه ويستقر ذهنه، فإذا درس هذا المذهب يتوسع فيه بعد ذلك بمعرفة أدلته قواعده أصوله، ثم بعد ذلك يتوسع أكثر بمعرفة أوجهه في الفروع المختلفة، لأن ربما يكون الفرع الواحد فيه أكثر من وجه في المذهب نفسه، وما هو الراجح والمعتمد
فإذا استقر على ذلك لا بأس أن يدرس بجانبه مذاهب أخرى حتى يتسع إدراكه ويتسع مداركه في مادة تسمى الفقه المقارن، فيدرس فقه المقارن كيف هذا الإمام فكر بهذه الطريقة فوصل إلى حكم من نفس الأدلة مخالف لحكم هذا الإمام الآخر الذي من نفس الأدلة وصل لحكم آخر والدليل واحد، ولكن كيفية الفهم. فدراسة المذهب أولا تنظم العقل وتوفر الجهد حتى تستطيع أن تعبد الله على طريقة صحيحة معتمدة، ثم بعد ذلك دراسة المذاهب الأخرى لتوسع إدراكك ومداركك وكيف يكون عندك السليقة الفقهية. ومن أين علمنا أنه لابد للإنسان الذي لم يصل لدرجة الاجتهاد من أن يقلد من اجتهد؟ ما هي الدليل على هذا؟ من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى نحن مطلوب مننا إن لم نكن من أهل الاستنباط وهم أهل الاجتهاد أن نرد الأمر لأهل الاستنباط والاجتهاد. هذه الأمور ضرورية لأنه نشأت نابتة تدعي أنها تأخذ من القرآن والسنة مباشرة ولا تلتزم بمذهب. هذه النابتة لم تطالع قول الله عز وجل ولم تفقهه، قد تكون تحفظه لكنها لا تفقه معناه، لأن الإنسان حتى يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل المباشر لابد أن يمر بمراحل تعليمية طويلة حتى يستطيع أن يستنبط الحكم. لحين ما يصل لهذه المرحلة لابد أن يقلد أولا. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين، يبقى لابد نروح نمشي وراء اللي يستنبطونه، أو ده أكبر دليل من القرآن على التقليد. فلا بد من التقليد لمن لم يحصل أسباب الاستنباط وهي الاجتهاد. فمذهب الإمام الشافعي من المذاهب المعتمدة والتي انتشرت في الأرض والحمد لله بثقلها العلمي لا بقوة سلطان ولا بقوة المال. هناك مذاهب انتشرت بقوة سلطان وهناك مذاهب انتشرت بقوة مال. يعني المذهب الحنبلي مثلا انفق علينا فقط طائلة حتى ينشروا المذهب الحنبلي لما نشأ الفكر الوهابي، فأنفقوا نفقات طائلة حتى يعني يفرضوا هذا المذهب على الناس، وإن كان هم في طبيعتهم لا يتبعون المذهب الحنبلي يعني بدقة أيضا، ولكن أنفق عليه أموال طائلة حتى ينتشر المذهب الحنبلي. المذهب المالكي وجوده من المدينة ومنبعه من المدينة وهي أصلا مصدر كبير للعلم كان سبب لانتشاره، بسبب ما نما من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الحنفي انتشر لأن الحكم العثماني اتخذه هو المذهب الرسمي، فانتشر انتشارا واسعا بسبب الحكم العثماني والخلافة العثمانية. لكن لا يوجد هذه الأشياء للمذهب الشافعي. يعني المذهب الشافعي الذي نشره هو قوته العلمية، هذا لا يعني أن غيره ليست له قوة علمية، لا له قوة علمية أيضا، ولكن تجردت القوة العلمية في المذهب الشافعي في نشره، وباقي المذاهب ساعدتها قوة أخرى غير قوتها العلمية في نشرها. المذهب الشافعي له مزية أنه الإمام الشافعي تعلم، ولد في غزة سنة 150 هجرية، حفظ القرآن في غزة، ثم ذهب إلى مكة فأخذ العلم على سفيان الثوري وعلى أبو مسلم، على علماء مكة،
وأساسهم كان الإمام سفيان الثوري. كويس، أبو مسلم الزنجي، نعم فتح الله عليك، أبو مسلم الزنجي وسفيان الثوري كانوا أساس العلماء اللي أخذ منهم في مكة الإمام الشافعي، وإن كان أخذ من كل علماء مكة، فأخذ علم أهل مكة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة وتلقى العلم من الإمام مالك، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق وتلقى العلم هناك من محمد بن الحسن، وهو تلميذ الإمام أبو حنيفة، وذهب قاضيا لليمن فنقل علم أهل اليمن، ثم ذهب إلى مصر فنقل علم الليث بن سعد، وتتلمذ عليه في العراق الإمام أحمد بن حنبل. فكان الإمام الشافعي حلقة وصل بين المذاهب الأربعة. فالإمام الشافعي مذهبه تجده أنه يشمل المذاهب الأربعة، ومن تعمق في المذهب الشافعي سهل عليه معرفة أحكام المذاهب الأربعة. دي حقيقة. بالإضافة لأن الإمام الشافعي استقر في مصر وإحنا في مصر، فيكون أنسب لنا أننا نتعلم المذهب الشافعي لأنه انتشر في مصر. حتى العوام اللي ما درسوش المذهب الشافعي تنزل لعباداته تلاقي على مذهب الإمام الشافعي بالسليقة، وبالتالي لما تدرسه وانت في مصر لا تأتي بشيء لا يتعود أهل مصر. ومن عادة الفقيه إن هو لا يفاجئ الناس في عبادتهم بأشياء هم لم يعتادوها حتى لا يفتنهم عن دينهم، ولو كانت صحيحة على مذاهب أخرى. وبالتالي المذهب الشافعي هو أنسب مذهب لدراسته أنا في رأيي يعني لأهل مصر، لأنه انتشر ولأنه يشمل المذاهب كلها. قلما تجد رأي في المذاهب الأربعة أو غير الأربعة حتى إلا وتجده وجه عند الشافعي من الوجوه. يقوم مذهب الإمام الشافعي على 5 أصول لازم نعرفهم، اللي هي أصول المذهب التي استقر المذهب عليها وقام عليه. أول أصل من أصول المذهب الشافعي الأمور بمقاصدها، اللي احنا بناخدها من حديث إنما الأعمال بالنيات. الأمور بمقاصدها أول أصل. الأصل الثاني الضرر يزال. الضرر يزال. الضرر يزال لحديث لا ضرر ولا ضرار. والأصل الثالث اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. والأصل الرابع الميسور لا يسقط بالمعسور، لقول النبي ائتوا مما أمرتكم الميسور يعني المتيسر، لا يسقط بالمعسور بالمتعسر، لقول النبي ائتوا مما أمرتكم ما استطعتم. الخامس والأخير العادة محكمة. العادة محكمة، يبقى أصول مذهب الشافعي قام على 5 أصول تستقرئها في كل فروع المذهب بعد ذلك، وتجد لها تطبيقات في باب الطهارة، تطبيقات في باب الصلاة، في أبواب العبادات المختلفة، وفي المعاملات وغير ذلك. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، الميسور لا يسقط بالمعسور، اليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. 5 أصول لابد أي شافعي يبقى عارف أصول مذهبه قامت عليها. يعني إيه العادة محكمة؟ العادة محكمة أي أنه لو لم يأتي دليل شرعي في مسألة معينة فننظر للعادة، لأن العادة هو خلق الله اللي هو الاستقراء، لأن ربنا له كتاب مستور وهو القرآن وكتاب منظور وهو الأكوان. فإن لم يكن عندك دليل من الكتاب المستور فلتنظر إلى الكون وخلق الله. زي يديك مثال،
أقل سن للحيض هل ورد في حديث؟ ما نعرفش. يعني المرأة عندما ترى دم يخرج من فرجها متى نقول أنه حيض؟ هل لو بنت عندها 3 سنين نزل منها دم من فرجها نقول عليه حيض ولا ما نقولش؟ طب 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، متى نقول حيض؟ فلما عملوا استقراء فلقوا 9 سنين، أقل سن حيض 9 سنين، فخدوها من قول الأصل العادة محكمة. كويس؟ فيبقى زي ما هنتكلم في المياه، لو لم يأتي نص يبقى نرجع للاستقراء العادة، العادة، وعشان كده يبقى العادة محكمة إن لم يأتي نص، إذا غاب نص. كأقل سن للحيض وأقل فترة طهر وأكثر فترة حيض وأكثر حيض فترة نفاس، كل دي لم يتكلم فيها الشرع. جبناها منين؟ من العادة محكمة. نسأل أهل الخبرة ونعرف. أقل سن حمل، أكثر سن حمل، كل دي أشياء مهمة، لأن حينبني عليها بعد كده انقضاء العدة وعدم انقضاء العدة، وما ينبني عليها من أحكام كثيرة، والطهارة والصلاة وغير ذلك. فيبقى العادة محكمة، دي أمر مهم. زي في الطهارة مثلا قالوا أن الماء المشمس في إناء منطبع، يعني من معدن حديد أو نحاس، في أرض حارة، استعماله أيام الإمام الشافعي كان في إشاعة من الأطباء أن ده يؤدي للبرص. إذا استعمل ماء مشمس في إناء منطبع، منطبع يعني إيه؟ يعني معدن يصدي باللغة بتاعتنا المصرية، أي معدن يصدأ بتعرضه للشمس والحرارة مع الماء يبقى يسموه ده إناء منطبع. كويس؟ في قطر حار، يكون في مدينة أو بلد أصلا الحرارة فيها مرتفع، إذا اجتمعت الشروط دي يبقى الماء ده ماء طاهر مطهر مكروه استعماله. طب وإحنا الإمام الشافعي جابها مكروه منين؟ من العادة. سأل علماء عصره، أطباء عصره، قالوا له ده بيعمل برص، فالإمام الشافعي لما قال أكرهه من جهة الطبي. فهمت بقى؟ لا أكرهه من جهة الشرع، لأنه ما فيش دليل شرعي. فلما جاء الإمام النووي بعد الإمام الشافعي وهو من أئمة المذهب، وجد أن الأطباء أثبتوا أنه لا يورث البرص، قال فزالت الكراهة، فصار بعد ذلك غير مكروه. أنا بدي لك أمثلة للعادة محكمة بس، علشان لأن في ناس يقول لك إزاي تبقى العادة مصدر من مصادر الأحكام الشرعية؟ في أمور كثيرة قد تكون مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. والميسور لا يسقط بالمعسور. ندي لك أمثلة. إنسان لا يستطيع مثلا أن يغسل يده إلى المرفقين لأن يده اليمنى بها كسر مثلا، أو بها جرح يتأذى من الماء، هل يتيمم ولا يغسل الأعضاء الأخرى؟ آدي بقى الميسور لا يسقط بالمعسور. الأعضاء الأخرى ميسورة وعضو واحد معسور يعصر، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وبالتالي يبقى يغسل أعضاءه التانية ويترك هذا العضو الذي يتضرر ويتيمم عنه ليستبيح الصلاة مع وجود الحدث فيه. ادي فهمت بقى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. يبقى انا في العضو ده لا استعمل عليه الماء للضرر. طيب امال اعمل ايه؟ اغسل الاعضاء التي لا تضر. في حين ان في مذاهب تانية قالت اذا كان في عضو من اعضاء الوضوء الفرد لا يتحمل الماء تلجأ للتيمم وما تغسلش الاعضاء التانية. في مذاهب شافت كده زي الأحناف، لكن الشافعيين عندهم إيه؟ قالوا لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، وجات نظر واضح، لأن الأحناف قالوا برضو لو غسل هذه الأعضاء ما عاد هذا العضو برضو ده ما توضاش، واخد بالك؟ وطالما ما لم يتوضأ يبقى نلجأ للبدل وهو التيمم. وجهة نظر لطيفة،
تفكير لطيف، عشان اقول لك ان الادله واحده، وده يذهب لطريقه وده يذهب لطريقه، والدليل واحد. الامام الشافعي قال: الرسول قال: ائتوا مما امرتكم ما استطعتم. وهو يستطيع ان يغسل بعض الاعضاء فيغسلها، ويتيمم عن العضو الايه المتعسر غسله، حتى ياتي مما امر بما استطاع. واضح؟ فهمت بقى الطريقه؟ اليقين لا يزول بالشك، قاعده مهمه. الإنسان مثلا شك في وضوئه، هل انتقد أم لا؟ هو متيقن من أنه متوضئ، لكن يشك في الحدث. فعلى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فيبقى يفضل متوضي. واضح؟ لأن القاعدة اليقين لا يزول بالشك. انا بديك امثله بس للقواعد، علشان بعد كده لما ندخل في المذهب تفهم هم بيفكروا ازاي. المذهب الشافعي متمشي برضه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول له: لا تترك صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، يعني تتيقن، مش كده برضه؟ فخدها الامام الشافعي من الحديث. واضح؟ يبقى لو الانسان شك في طهاره ثوبه، شك في طهارة ثوبه، ولكن كان متيقن أنه كان طاهرا، لكن شك، هل جاءه رذاذ متطاير من نجاسة أو شيء من هذا؟ يبقى حكم ثوبه إيه؟ على مذهبنا طاهر، قوم صلي. واضح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين. هو متيقن أنه غير متوضئ، وشك هل توضأ أم لا، نقوم الشك لا يؤثر، يبقى هو مش متوضي، يقوم يتوضي. يبقى الحكم مع اليقين. شك هو في الركعة الرابعة ولا في الثالثة؟ نقول له: يبقى أنت متيقن أنهم ثلاثة وشاكك في زيادة واحدة. اطرح الشك وامشي على اليقين. اليقين لا يزول بالشك. تجده بقى في فروع كثيرة. تجدها في فروع كثيرة. الأمور بمقاصدها، اللي هي انما الاعمال بالنيات، فلا بد ان هو ينوي، وعشان كده الشافعيه يهتموا بالنيه جدا، والكلام على النيه يتكلموا عليه كتير الامام المذهب الشافعي. النيه في الوضوء ومتى تكون، ولها زمن ولها كيفيه، واخد بالك، ولها مقصد. كل ده لازم يعرف النيه. وفي الصيام متى تكون النيه، وصيام الفريضه يختلف نيته ووقتها عن صيام السنه ام لا، وكذلك في الحج متى تبدأ النية ومتى، وهل هناك فرق بين القصد والعزم وبين النية الشرعية وغير ذلك. كل ده ليه؟ عشان نعلم الأمور بمقاصدها، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذا مولانا عام حتى مثلا في ألفاظ الطلاق الصريح؟ لا، ما احنا قلنا بقى ايه، كل حاجة ليها تفاصيل. احنا في ألفاظ الطلاق الصريح ما خدناش بمقصد لقول النبي: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، فاستثناه بدليل آخر. لكن ندخل في النية في الألفاظ الكنائية، اللي هو إيه؟ طلاق الكناية. قال لها: روحي غوري من وشي. نقول له: قصدك إيه؟ يبقى هنا نشوف، لو قصده يطلق وقع طلاق، قصده إنه يستريح منها شوية يستريح منها شوية، واخد بالك، وهكذا. فيبقى مذهب الشافعي قايم على الخمس اصول دي، ودي نقطة مهمة لازم نعرفها عشان لما ندخل المذهب. وعرفنا ايه دليل اننا لابد الانسان الذي لم يبلغ درجة الاستنباط ان هو يقلد مذهب اولا، حتى يرتب ذهنه ويفهم من خلال هذا المذهب كيف كان يفهم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد استنباط الاحكام من الفروع ومن ادلتها. كتاب فتح القريب المجيب ده عبارة عن شرح، أيوة، الضرر يزال. يعني احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اللي هي ارتكاب اخف الضررين. يعني مثلا من يجي واحد يخرج ببناء داره الى بحر الشارع فيضيق على المارة،
فنيجي على مذهب الشافعية نعمل ايه؟ نقول له لابد من ازالة ما زاد عن حدود بيتك، لان هذا يؤدي الى التضييق على المارة، فلابد ان الضرر يزال، يبقى نشيل الزيادة. زي ما يعملوا في التنظيم يقول لك احنا هنشيل دي، هنشيل دي ليه؟ لانها تضر غيرك او تضر العام او حتى تضر نفسك، واخد بالك ازاي؟ فيبقى لابد ان الضرر يزال، لان الشرع لا يقبل الضرر. فان تعارض ضرران، ضرر عام وضرر خاص، نقدم الضرر العام نزيله على الضرر الخاص. وعلشان كده يبقى ايه؟ ارتكاب اخف الضررين تدخل في قاعدة ارتكاب اخف الضررين وفي ازالة الضرر، واخد بالك؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فلا تعذب نفسك، ماذا يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فلا بد انك انت يقاس بقى عليها في فروع كثيرة بقى. يعني مثلا امرأة حامل والحمل ده يؤثر على حياتها لو استمر، يبقى يزال الحمل، لأن القاعدة الضرر يزال، بس لابد شهادة طبيب عدل يقول لنا فعلا إن ده يؤثر على مرضها، يبقى ساعتها يجي الطبيب الفقيه الشافعي لما تجيب له الشهادة الطبية دي يقوم يقول لها خلاص يجوز لك الإجهاض لأن الضرر يزال. وهكذا بقى في فروع كثيرة هتقابلنا هذه الأمور. الإمام الشافعي لما دون مذهبه، دون مذهبه مرتين، مرة في العراق ومرة لما جاء مصر. المذهب اللي دونه في العراق سموه المذهب القديم، لما جاء مصر اتضحت له أدلة أخرى وتغيرت بعض الأعراف، فتغيرت نظرته في بعض الأحكام فسموه المذهب الجديد. يبقى ما دونه في مصر سموه المذهب الجديد، وما دونه في العراق المذهب القديم. والمذهب الجديد والقديم الفرق بينهم مش كتير، في حوالي 20 مسألة يعني، وبعض العلماء قال لك دي 14 مسألة بس، يعني مسائل محدودة بسيطة، وهتقابلنا واحنا ايه بنمر عليها نقول قال في القديم كذا وقال في الجديد كذا. وده يدلك على ان الفقيه لابد ان يغير ما ذهب اليه اذا اتضح له دليل اخر، اما التشبث برأي فقهي واحد مع تغير الظروف والأدلة هذا دليل الجهل، فلا يعاب العالم إذا غير رأيه، بل من فقه العالم أن يغير رأيه. ودي نقطة مهمة، لأن في ناس الوقت شباب بيعيبوا على الدكتور علي جمعة مثلا، لأنه قبل أن يكون مفتيا قال كذا في المسألة، وبعدما صار مفتيا قال خلاف ما قال، ربما أنه اتضحت له أدلة أخرى فغير اجتهاد. لا يضر، لا يضر أن الإنسان يسير مع الدليل، وقد يكون الدليل واحد ولكن يغير اجتهاده لاختلاف حال المكلف واختلاف الظروف. وعلشان كده الإمام الشافعي نفسه غير وجهة نظره. والخلاف اللي في الفروع ده شيء ما يعني وارد، وحتى حدث بين الأنبياء. شوف في أكثر من الأنبياء احنا بنرك قول الكلام ده ليه؟ لان في شبهات حول المذاهب، الناس يقول لك هو الحق واحد ولا متعدد؟ ليه تخليها مذاهب؟ هو ربنا هيتعبدنا بكم طريقه؟ في ناس بتقول كده لانها مش فاهمه، في حين ان احنا ما بنقرا القران بنشوف مثلا ان سيدنا داود حكم في قضيه واحده بحكم، وفي نفس القضيه سيدنا سليمان حكم بحكم اخر، وقال ايه؟ وكلا اتينا حكما وعلما، يعني ربنا أقر الاثنين لكن رجح رأي سيدنا سليمان في هذه المسألة في هذه القضية، وقد يتغير ظروف القضية ويبقى رأي سيدنا داود هو الأرجح برضو، لأن قال وكلا أتينا إيه؟ حكما وعلما. يبقى الخلاف في الفروع ده وارد، وربنا جابه لنا حتى في القرآن على مستوى الأنبياء في قضية واحدة، واخد بالك؟ وبالتالي يبقى الخلاف في الفروع لا يفسد الديانة بل يفتح باب التيسير ومراعاة حال المكلف، لأن حال المكلف يتغير، فتغير الحكم بتغير حاله، ويتغير اجتهاد المجتهد بتغير الأدلة المتوفرة لديه، واضح؟ فلما يبقى مثلا إنسان نظرته في بلد واحد
غير نظرته في جميع البلاد في مسألة واحدة. فلما يجي يعيش في القاهرة مثلا ويفكر في ختان النساء البنات، لو المسألة هي القاهرة بس وفيها خدمة طبية كافية يقول آه والله ختان البنات نعمله، لأن في بعض المذاهب قالت واجب وبعض المذاهب قالت مكرومة وبعض المذاهب قالت مستحب. ده بيتكلم على مستوى إيه؟ مدينة القاهرة، لأن فيها خدمة طبية متوفرة لا ينبني عليها ضرر. إنما لما يجي يخرج من القاهرة ويبص لجميع المحافظات والنجوع ويلاقي إن هذه القضية هذه الطريقة بتؤدي إلى تشويه ونشر حتى فيروس سي اللي هو يعتبر وباء منتشر في مصر، وبيقوم بهذه العملية غير مؤهل بالطب وبيحصل منها حالات وفاة، يوم يتغير حكم بعد ما كان بيتكلم وهو قاعد في القاهرة بيقول يا جماعة ختنوا بناتكم، بعد ما نظر لكل المحافظات لقى ان الضرر يزال، فقال ان بينبني عليها ضرر فقال ما تختنوش بناتكم. هو نفسه الفقيه لما تغيرت نظرته بينظر على مدينة ولا بينظر على دولة ولا بينظر على العالم؟ في المسألة الواحدة، وده دين الله وده دين الله برضه، واخد بالك؟ وده لا يدل على ان هو انسان بيبيع دينه من اجل دنيا، لان لا يصح اننا نسيء الظن بمسلم فضلا عن علمائنا. دي كلها اداب لابد طالب العلم لما يدخل يدخل العلم بحسن النية في المسلمين وبالرحمة وبمقصد ان هو يريد طاعة ربه، لا ليتميز على الاقران ولا ليحكم على الناس، بل يصحح عبادته لعل الله سبحانه وتعالى ينجو به. فهذه النوايا لابد ان تكون موجودة. كن انسان اخر يخالفك في الفهم او شيء من هذا، التمس له العذر، قد يكون نظرته اوسع من نظرتك وقد يكون نظرته اضيق من نظرتك، فتلتمس له العذر في الحالتين. وعشان كده الامام الشافعي اللي هو قضى عمره في مناظرات مع اهل عصره كان يقول رأي غيري خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ، مفيش حكاية التعصب. فاول حاجة لما تيجي تدرس المذهب تتخلى عن التعصب وتعرف ان ده احد المذاهب وكل المذاهب معتبرة، وربما يكون رأي الاحناف في مسألة في عصر من العصور هو ارجح من رأي الشافعية في عصر من العصور، ويتغير العصر وسماته فيصير رأي الشافعية هو الارجح في هذا العصر، ثم نعود بعد ذلك الى رأي المالكية وهكذا، لان كلهم على هدى، كل الأئمة على هدى وعلى بصيرة و الكل يقصد طاعة ربه. فدي نقطة مهمة. فيبقى انت تدرس المذهب الشافعي وتحترم كل المذاهب وتترد على كل علماء المسلمين وتلتمس العذر لمن خالفك، واخد بالك؟ انما حكاية ضيق الافق اللي انتشر واننا نتهم بعضنا البعض ونخون علماءنا، ده لابد اننا نتخلص منه. دي اول حاجة عشان يبارك لنا في العلم، لان العلم الحقيقي هو نور الفهم وليس المعلومات، لأنه ممكن الواحد يبقى عنده معلومات كتيرة لكن ما عندوش الفهم الايه اللي هو يوصله لربه ويعرفه ايه مراد ربه منه. فهي دي النقطة المهمة. يبقى العلم الحقيقي هو نور يقذفه الله في قلب العبد اللي هو نور الفهم وليس كثرة المعلومات. ايوه في سؤال. المقلد نوعان، دارس وعامي. العامي اللي هو ما بيقعدش القعده بتاعتنا دي، العامي ده مذهبه مذهب مفتيه، كل ما يعن عليه مساله في حياته يروح للشيخ يسال الشيخ اعمل ايه، الشيخ يقول له اعمل كذا، طلع الشيخ ده حنفي هيقول له على الاحناف، طلع شافعي هيقول له على الشافعي، طلع مالكي يقول له مالكي. فيبقى مذهب العامي مذهب مفتيه، وهو برضه يعني يكون ناجي. الدارس مذهبه هو الذي يدرسه، لأن ربنا يؤاخذك بما علمت، فطالما أنت بدأت تدرس يبقى تلتزم بما درست ولا تخالف ما درسته حتى تصل لدرجة الاجتهاد اللي بها تختار وتصلح أن تتخير. واضح؟ يبقى احنا عندنا الناس نوعان، المقلدين نوعان،
نوع دارس يلتزم بما درس، ونوع لا يدرس لأنه مش متخصص ولم يهتم وعايش في حياته العادية وهو مسلم برضه، فيبقى ده مذهبه مذهب مفتي، يروح دار الإفتاء زي ما يقولوا له يعمل. هناك في دار الإفتاء ما بيقولوش ده مذهب كذا، ده بيروح يديهم المسألة يقول له اعمل كذا، يقوم يقول لهم حاضر، يبقى ده مذهبه مذهب مفتي. الإمام الشافعي لما دون مذهبه نقله عنه علماء كثيرين، كل عالم ده يسمى طريق، فجالنا مذهب الشافعي من عدة طرق. كويس، الراجح في الطرق نسميه المذهب، الراجح في الطرق نسميه المذهب. ساعات تلاقي لفظ كده في وسط الكلام يقولك والمذهب كذا، يبقى المذهب هو الراجح في الطرق. كويس. طيب الإمام الشافعي نفسه قد يكون له في مسألة واحدة عدة أقوال، في مسألة واحدة يبقى ليه عدة أقوال، فنقول الراجح في الأقوال، يبقى الأقوال هي أقوال الإمام والطرق هي طرق وصول المذهب. أقوال الإمام الشافعي نسميها قول، الراجح في الأقوال نسميه الظاهر أو الأظهر، الراجح في الأقوال نسميه الأظهر ويقابله الظاهر إذا كان الخلاف وجيه ودليل كل واحد قوي فنسميه ظاهر وأظهر. كويس، إذا كان الخلاف غير ظاهر وغير قوي بحيث ان يبقى في قول دليله ضعيف وقول دليله قوي فنعتبر اللي دليله قوي نعتبره هو المشهور نسميه المشهور، واللي دليله مرجوح يبقى مقابل المشهور. كويس، يبقى عندنا الأقوال، عندنا الأظهر والظاهر إذا قوي الخلاف، وإذا ضعف الخلاف يبقى المشهور والغريب، مقابل المشهور الغريب. دي كلها أوصاف عشان لما تيجي تخش في المذهب الشافعي تفهم مصطلحات المذهب. الظاهر والراجح الأظهر، الأظهر يقابله الظاهر، الأظهر يقابله الظاهر وهو الراجح في الأقوال إذا قوي الدليل، دليل كليهما يعني. إذا ضعف دليل الرأيين يبقى مشهور وغريب. عنت بعد ذلك مسائل لم يتكلم الإمام الشافعي فيها على قول معين في العصور اللي جت بعد كده، في عصر الإمام الرافعي، في عصر الإمام النووي، في عصر الإمام زكريا الأنصاري، في العصور المتتالية لحد عصرنا ده، يوم يجي علماء المذهب الذين وصلوا إلى درجة الإجتهاد في المذهب يقيسوها على أصول المذهب فيسمى وجه. يبقى ما استنبطه علماء المذهب على أصول المذهب مما لم ينص عليه الإمام يسمى وجه. وجه 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 وجه. وقد يختلف بقى علماء المذهب في عدة وجوه في المسألة الواحدة، فالراجح في الأوجه إن قوي الدليل يسمى الأصح ويقابله الصحيح، وإن ضعف الدليل يسمى الصحيح ويقابله الضعيف. واضح؟ يبقى احنا عندنا طرق أقوال أوجه. طرق اللي هي إيه؟ ما وصل إلينا الإمام الشافعي من الطرق المختلفة، من نقلة المذهب في العراق، نقلة المذهب في مصر، دي طرق. في حاجة اسمها تخريج. التخريج في المذهب الإمام الشافعي تجد في بعض المسائل المتشابهة يدي رأيين مختلفين، وهي مسألة متشابهة وما نعرفش ليه ادى رأيين متشابهين مختلفين في مسألة متشابهة، ولم نستطع اننا نفهم الفرق الدقيق الذي جعل الإمام الشافعي يعطي رأيين مختلفين في مسألة
واحدة. يقوم العلماء يجيبوا مسائل أخرى تشبه هذه المسألة ويمشوا مع أحد الرأيين فيستنبط لها حكم، ومع الرأي الثاني يستنبط لها حكم آخر فيسموه تخريج. واضح؟ يبقى يقول لك خرجها على الرأي الفلاني وخرجها على الرأي الفلاني. يبقى عندنا في المذهب طرق وأقوال وأوجه وتخريجات، كل دي لازم ناخد بالنا منها عشان واحنا بنقرأ في المذهب نبقى فاهمين المصطلحات. نيجي بقى نشوف القاضي أبو شجاع اللي هو مصنف هذا، ده كان توفي في القرن في أوائل القرن الخامس الهجري 400 وشوية. كويس؟ ده القاضي أبو شجاع في أوائل القرن الخامس الهجري، نشأ في العراق، هو أصلا أصفهاني اسمه أحمد. كويس؟ شهاب الدين أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني، يعني يقولوا عليها أصفهان أو أصبهان اللي هي الوقت طهران، مش كده برضو؟ هي جنبها، جنب طهران في إيران كده، يعني هي مدينة في إيران بجوار طهران. كويس؟ فهو منسوب إليها، ولكن هو عاش في العراق ووصل لدرجة القضاء في سن 20 من عمره، كان متميز في عصره لدرجة أنه وصل لدرجة القضاء في سن 20، وبعدين عرض عليه منصب قاضي القضاء. والقاضي القضاء يعني إيه؟ يعني زي وزير العدل في الخلافة كلها، منصب عالي جدا في سن 40. فلما وصل سن 40 ترك الدنيا كلها وترك المناصب وذهب للمدينة المنورة ينتظر ان هو يعبد ربه حتى يموت. فذهب الى المدينة المنورة خادما في مسجد النبي، يكنس مسجد النبي، من قاضي القضاة في بغداد الى كناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40 من عمره. ده القاضي، لأن هو عندك إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهو لما بلغ 40 قال إيه؟ يبقى أنا أعيش في العبادة. وطال بيه العمر، هو متصور أنه هيموت بعد سنة ولا اتنين، طال بيه العمر لحد ما مات عنده 120 سنة، وفضل يترقى في كنس مسجد النبي وإضاءة المصابيح لحد ما بقى هو الذي يكنس المقصورة الشريف اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل على هذا الحال حتى بلغ 120 عاما، ثم دفن بجوار باب جبريل. لما مات دفنوه بجوار باب جبريل. مع توسعه المسجد النبوي قبره جوه المسجد دلوقتي، اين هو ما نعرفش، لكن هو تحت الارض، يعني صار هو مدفون في المسجد النبوي الشريف. ده القاضي أبي شجاع أحمد الأصبهاني، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، صاحب هذا المصنف. الإمام ابن قاسم الغزي من علماء غزة، منسوب الغزي نسبة لغزة، وهو عاش في مصر وتوفي سنة 918 هجرية، يعني في القرن أوائل القرن العاشر الهجري، أحد شراح إيه؟ كتاب غاية الاختصار بتاع القاضي أبو شجاع، أو متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع، لأن شراحه كتير، لكن ابن قاسم الغزي أحد شراحي. لكن ربنا كتب القبول لكتاب فتح القريب المجيب وصار يدرس في الأزهر وهو المعتمد، وجاء الإمام البرماوي عمل عليه حشية كبيرة، وهو كان تاني شيخ من مشايخ الأزهر. أول شيخ من مشايخ الأزهر كان الشيخ الخراشي، تاني شيخ بعديه على طول كان الشيخ البرماوي. الشيخ البرماوي كان شافعي، عمل حاشية على فتح القريب المجيب بتاع ابن قاسم الغزي وكانت تدرس. الإمام البيجوري بعديه بسنوات طويلة جاء وهو شافعي أيضا، بقى يدرس حاشية الشيخ البرماوي، فحش على حشية البرماوي فبقت حشية البيجوري، وصارت هي المعتمدة في الأزهر
على مدى سنوات طويلة في التدريس للإيه؟ للفقه الشافعي. ده باختصار. يعني الإمام ابن قاسم الغزي توفي ومدفون بالقاهرة رحمه الله تعالى، وعاش في القاهرة. نبتدي بقى إيه، نشوف كلام الإمام ابن قاسم الغزي عشان بس ندخل في الكتاب بقى، عشان ما تبقاش الحكاية كلها مقدمة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدأ طبعا الطبعة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب. الكتاب السنة أنه يبدأ بالبسملة ويسنى بالحمدلة، والخطبة تبدأ بالحمدلة على طول. يبقى تملي أي كتاب في التصنيف نبدأ فيه بالبسملة تيمنا بالقرآن، لأن القرآن بداية البسملة ثم الحمدلة، أما الخطبة فتبدأ بالحمدلة. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، والتوفيق هو خلق يخلقه الله في العبد يختار به مراد الله منه، يبقى ده اسمه التوفيق. له تعريفات كتيرة لكن أنا بقول لك التعريف اللي هو يعني يتيسر على قلبي الآن. هو خلق، هو خلق، التوفيق ده خلق في الإنسان يعني تصرف، خلق يعني تصرف، يخلقه الله في قلب العبد به يختار مراد الله منه، يبقى ده اسمه إنسان موفق. واضح؟ عشان كده بيقول أحمده أن وفق، والحمد هو نسبة الكمال لله عز وجل. من أراد، لأن التوفيق مرتبط بإيه؟ بإرادة الله أن يكون من أهل من أصحاب اليمين، لأن ربنا لما خلق الخلق قبض قبضتين، قبض للنار وهم أهل الخزلان، والخزلان ما يقابل التوفيق. واخد بالك؟ يعني نقيض التوفيق ايه؟ الخذلان. فالخذلان هو خلق يختار به العبد ما يبغضه الله فيحق عليه عذاب الله، وده خلق اهل النار، ده الخذلان. والتوفيق هو خلق اهل اصحاب اليمين، وعشان كده ده وفق الارادة الاولية. احمده ان وفق من اراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. والتفقه هو الفهم العميق أو الفهم مطلقا، فهي كلمة من جاية من فقه أو فقه أو فقه، فقه يعني فاهمة، فقه فاهمة وزنا ومعنى، وفقه سبق غيره في الفهم وزنا ومعنى، يبقى فقه سبق، فقه فهم. طب وفقه يعني صار الفقه فيه سجية، أصبح كده يعني عنده ملكة الفقه، أصبح فيه ملكة. أحمده أن وفق من أراد من عبادي للتفقه في الدين على وفق مراده. والدين إيه هو الدين؟ هو الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة علامات الساعة، اللي هو في حديث جبريل آتاكم يعلمكم ودينكم، يعني أربع حاجات. ومعرفة علامات الساعة اللي هم الوقت بيقولوا عليها سمات العصر، إنك تعرف سمات عصرك وتبقى بصير بزمانك وفي نفس الوقت عليم بأحكام دينك حتى توفق أحكام دينك على وفق زمانك، ويبقى هو ده الدين. الإسلام تكلم عنه علماء الفقه
الذين اهتموا بظاهر العبادات، والإيمان تكلم عنه علماء العقائد اللي هي أصول الدين لأنه يتعلق بالقلوب، والإحسان تكلم عنه علماء الصوفية لأنه يتعلق بالسلوك إلى الله، وعلامات الساعة تكلم عنها علماء الاجتماع زي ابن خلدون في عصره، وكل علماء الاجتماع بقى في كل عصر يبتدوا يدرسوا دراسة المجتمع ويقول لك ايه سمات العصر الموجود فيه عشان تعرف تعيش ازاي في هذا العصر اللي انت منه وجزء منه بتتفاعل معاه وفق ايه ما عقدته في قلبك من ايمان، وما تفعله بجوارحك من اسلام، وما تسلكه في حياتك من احسان. يبقى مجموعة الاربعة دول هو ده الدين، واضح؟ وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين. أفضل الخلق ده سيدنا محمد. إيه دليل أنه أفضل الخلق على الإطلاق؟ نبينا فمل عن الشقاق زي ما قال إبراهيم اللقاني في جوارة التوحيد، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، يعني مل يعني ابعد عن من خالف هذه القاعدة، يقصد ابن حزم، لأن ابن حزم قال يعني أفضل الخلق سيدنا جبريل وسيدنا محمد وليس عندي ما يرجح أحدهما، فوقف كويس، فقال لك مل عن الشقاق يعني ابعد عن إيه؟ عن الدوشة دي. طب ودليلنا أنه أفضل الخلق إزاي؟ أدلة من القرآن، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، بس مش كل الخلق ولد آدم، مش كده برضه؟ وممكن تقول له اه سيد ولا لا ده بالاجماع، لكن هل هو كمان افضل من الملائكه؟ طب ولو افضل من الملائكه يبقى افضل كمان من جبريل؟ طب افضل من العرش والكرسي؟ طب افضل حتى من الجنه والنار ومن سائر المخلوقات؟ لانه بنقول افضل الخلق. ادله كثيره. اول دليل في نظري، وهذه الادله على فكره دي استنباط مني، لكن الامه اتفقت على انه افضل الخلق، لكن انا هجيب لك ادله غير اللي مكتوبه بقى في الكتب التانيه من القران بس. قول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فكل ما سوى الله عالم والنبي ارسل له فلا بد ان يكون النبي افضل منه، يبقى افضل من عالم العرش وعالم الكرسي وعالم الملائكه وعالم الجن وعالم الانس وسائر العوالم، لأنها توقفت سائر العوالم على إرساله إليها لتظهر، فصارت يده العليا على سائر العوالم صلى الله عليه وسلم، فيبقى أفضل العالمين بدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدليل الثاني، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لم يقل في حق أي نبي آخر إن الله يصلي عليه، كويس، وإن كان للمؤمنين لأنهم تابعين للنبي قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلى علينا لأننا صلينا على النبي، يبقى وصلاة الله على النبي هذا أيضا من استنباطي ولا تجده في كتاب. عايز تشوف آراء العلماء في يعني إيه أن صلاة الله يعني إيه، ويعني إيه صلاة الملائكة، ويعني إيه صلاة المؤمنين، اقرأ الكتب، لكن إحنا مش هنقول كلام الكتب في المسألة، أنا هقول لك الكلام اللي أنا أفهمه. لما النبي أرسل للعالمين افتقر مدد من الله ليمد العالمين، فصلاة الله هي إمداد النبي ليكون رحمة، دي صلاة الله على النبي هي إمداده حتى يكون رحمة للعالمين فيمد العوالم بالرحمة، لأن النبي مخلوق يفتقر للمدد، فافتقاره للمدد يتطلب استمداده من رب العالمين، فصلاة الله عليه هو إمداده بمدد الأكوان ليكون رحمة للعالمين. والملائكة تستمد وجودها لا من الله مباشرة بل بالصلاة على النبي، فغذى الملائكة الصلاة على النبي، لأن الملائكة ما بتاكلش ولا تشرب، الملائكة عشان تعيش
لابد تصلي على النبي زي ما انت كده عشان تعيش لابد تتنفس. فيبقى حياه الملائكه متوقفه على الصلاه على النبي. فملائكته يصلون يستمدون اسباب حياتهم واسباب طاعتهم بالصلاه عليه. فيا ايها الذين امنوا تمثلوا بالملائكه فصلوا عليه لتستمدوا اسباب هدايتكم وترقيكم. كويس؟ فيبقى هل في مخلوق مشترك مع النبي في هذه الخصائص؟ يبقى افضل العالمين هو. يبقى هو افضل العالمين على طول، مفيش مخلوق تاني اشترك، خصوصا ان جبريل داخل في الملائكه اللي بتصلي على النبي. مش كده برضو؟ حتى جبريل نفسه ده تبع الملائكه اللي بتصلي على النبي. واضح؟ الدليل الثالث من القران ان النبي افضل العالمين، يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والرسول يقول ايه؟ انا اتقاكم لله. لما النبي يقول انا اتقاكم لله وربنا يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى النبي اكرم العالمين. يبقى احنا مش محتاجين الحديث اللي يقولوا عليه حديث جابر اللي هو يقولوا عليه ضعيف، وبعضهم يقول عليه موضوع، اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. مش محتاجين هذا الحديث لنستدل به، لان القرآن مملوء بان النبي هو افضل العالمين. وادله كثيره في القرآن بقى، يعني لما تعيش في القرآن كده. لكن انا جبت لك الايه؟ الثلاث أماكن اللي هي الدليل فيها واضح جدا للعيان. وعلشان كده هو بيقول هنا إيه؟ وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وده تمهيد لطيف لأنه هيتكلم على كتاب فقه، فجايب من الأحاديث التي تدل على موضوع الكتاب. وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. وبعد، ايه هو بقى الفقه؟ احنا قلنا الفقه هو الفهم، مش كده؟ هذا المعنى اللغوي، لكن خرج من المعنى اللغوي الى معنى شرعي تاني، فاصبح ليه معنى اصطلاحي، وهو العلم بالاحكام العملية الشرعية المكتسب من ادلته التفصيلية. ده تعريف الفقه عند علماء ايه؟ الشرع. الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه لاخراج الاعتقادات، لانه ده مش مجال، مجاله علوم اصول الدين. هو العلم بالاحكام الشرعيه. ولما يقول الاحكام هي نسبه شيء لشيء، وما يقول الشرعيه يبقى مش اي حكم، حكم شرعي، مش حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا حكم طبي ولا حكم عرفي. مش كده؟ كل دي احكام. لكن انا يقول لك يبقى كل قيد بيخرج حاجات ويدخل حاجات. العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، فخرج الاعتقادات لان ده مجالها اصول الدين. مش كده برضو؟ المكتسب من ادلتها التفصيليه. ده تعريف الفقه عند علماء الفقه. المكتسب من أدلتها التفصيلية. المكتسب أو المكتسبة، الاثنين صح. من أدلتها التفصيلية يعني كل فرع ليه، زي ما النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فجيب أحكام الصلاة من أقوال النبي في الصلاة، ده دليل تفصيلي. كان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى نجيب إيه؟ إن أم الكتاب هنا الفاتحة دي واجب قراءتها في كل ركعة. جبناها منين؟ من دليل تفصيلي خاص بيها، اللي هو آية أو حديث أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل التفصيلي. ويدخل فيها القياس وإيه الأدلة؟ القياس ده في أصول الفقه. واخد بالك؟ أصول الفقه ليه تعريف اصطلاحي اللي هو إيه؟ العلم بأدلة الفقه إجمالا، مش تفصيلا بقى، إجمالا. كويس؟
وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. ده علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه ده عبارة عن فلسفة الأحكام من الأدلة الإجمالية. فنقول مثلا في أدلة الفقه إن الأمر للوجوب، فالأمر للوجوب ده دليل إجمالي يدخل تحتيه أقيموا الصلاة تبقى الصلاة واجبة، آتوا الزكاة تبقى الزكاة واجبة، حج البيت يبقى الحج واجب. جبناه من دليل إجمالي وهو أن الأمر للوجوب، واضح؟ فيبقى أصول الفقه يبحث في الأدلة إجمالا، لكن الفقه نفسه يبحث في الأدلة التفصيلية، واضح؟ وبعد، هذا كتاب في غاية الاختصار. والكتاب جاي من التكتب، ومنها الكتيبة اللي في الجيش عشان مجموعة معينة متناسقة، فأي مجموعة معينة متناسقة نسموها كتيبة، يقول لك دي كتيبة مشاة، يعني كلهم سلاح واحد نوع واحد. فأي شيء متناسق مجموع نسميه متكتب أو نسميه كتاب. وعشان كده الكتاب تلاقيه عبارة عن مجموع مواضيع في موضوع متكامل، فنسميه كتاب لأنه برضو فيه جمع. والكتاب ينقسم إلى إيه؟ فصول، والفصول إلى فروع، والفروع إلى مسائل، وهكذا. وبعد، هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب. والاختصار هي ايه؟ قلة الألفاظ الدالة على المعنى، والتهذيب البعد عن الحشو. فهذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدين. الأمور بمقاصدها، فهو بيبين لك مقصده من هذا التصنيف. مقصده من هذا التصنيف تيسير الشرع على المبتدئ رغبة في الثواب. يبقى الأمور بمقاصده، يعني هو برضو ماشي على وفق أصول المذهب الشافعي، لأن صار ذهنه مرتبا عليها. فالأول يبين المقصد والهدف. وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين. ونفع المسلمين الدل على الخير كفعله، فياخذ ثواب كل من انتفع به وهو في قبره. يبقى هو ده تحصيل الثواب، لأن الأمور بمقاصدها. إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خد بالك إن القرب هنا صفة للرب وليس صفة للعبد. قال وإذا سألك عبادي عني ألف العبد قريب، ولا ألف إني قريب؟ يبقى القرب صفة لله وليس صفة للعبد. العبد بعيد، صفة العبد البعد والغفلة، وصفة الله القرب والمعية، واضح؟ وعلشان كده لكي تجد ربك قريب لابد أن تلجأ للنبي الذي يدلك على ربك فتجده قريب. وإذا سألك، الكف هنا كف خطاب للنبي، عبادي عني فإني قريب. فالقرب صفة لله ولا يستشعرها العبد إلا إذا كان خلف النبي، واضح؟ فدي كلها موجودة جوه الآية. لأن لو تقرب عبد لله بأي قربة وهو ليس متأسيا بنبي عبادته هباء. فلا بد أن يبقى له نبي يتبعه حتى يجد ربه قريب، واضح؟ واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. وكانت عادتهم في الأزمنة دي يحبوا العناوين المسجوعة للكتب. دلوقتي طبعا اندثرت هذه العادة، ما بقاش حتى الناس بيعتبروا ان السجع ده متكلف ومذموم. في عصرنا كان ايامهم، في عصرهم كان ممدوح، وكانوا يحبوا يجيب لك ايه بطريقة كده مسجوعة. حتى خطب الجمعة تلاقي ماشي كله على سجع واحد. دلوقتي لو واحد خطب الجمعة بالطريقة دي الناس تمل منه ويقول لك ده متكلف، يبقى تغير العصر.
ولا بد ان الانسان يغير خطابه الديني بتغير ذوق الناس، واخد بالك؟ ودي نقطة مهمة، علشان كده بعض الخطباء ساعات يبقى حافظ سجعات معينة كده ويقولها في كل خطبة جمعة، والناس اللي بتصلي ولا كل جمعة يحفظوها ويبقوا نايمين، يعني يملوها، يفقدوا حتى انهم ينتبهوا اليها. فالمفروض ان الخطيب يراعي ايه طريقة الناس في انتباههم، ولان البلاغة هي مراعاة حال السامع، على فكرة هي دي البلاغة، مش البلاغة اختيار الالفاظ القوية قد ما هي مراعاة حال السامع. فلما تراعي حال السامع بالفاظ بسيطة وغير متكلفة تكون بليغ اكثر ممن يأتي بالفاظ فصيحة وجميلة وكل شيء فيها من حيث بقى الشعر والنثر والحاجات دي متوفرة فيها، لكن الانسان اللي بيسمعها مش مستسغها يوم يملها. فناخد بالنا ان هنا تغير الزمان والعصر، بيبين لك هنا ان العصر بتاعهم كانوا يحبوا السجع ده. قال الشيخ الامام ابو الطيب، دي كنية ايه المصنف، اما نقول المصنف نقصد ابو شجاع، كويس؟ ولما نقول الشارح نقصد مين؟ ابن قاسم الغزي. ولما نقول المحشي نقصد البرماوي، كويس؟ دي كلها حاجة. لما نقول مثلا الإمام يبقى الإمام الرافعي، لما نقول قال الإمام نقصد الإمام الرافعي، لكن لو قصدين الإمام الشافعي نقول قال الإمام الشافعي، لازم نقيدها. لكن نقول الإمام وسكتنا يبقى الإمام الرافعي. طب قول له الإمامان، يبقى الرافعي والنووي. لو قال الأئمة يقصد الإمام الرافعي والإمام النووي وتاج الدين السبكي، كل دي في كتب الشافعية، تاخد بالك ليهم مصطلحات يعني. أما يقول قال شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصاري، لما يقول قال شيخ الإسلام هم اتعودوا كده في التصانيف بتاعتهم، لأنه هو أصلا أنت لما تشوف بداية التصانيف اللي اشتهرت وشهرت المذهب هو فتح العزيز للإمام الرافعي، اللي هو جمع كتب الوجيز والمجيز للإمام الغزالي، اللي هو خدها من الإمام الجويني قبله شيخه، اللي هو خدها بعد كده من الإمام المزني، اللي هو خدها من الإمام الشافعي. فأصل ما الكتاب اشتهر هو كتاب الإمام الرافعي في تدوين بقى المذهب، خدت بالك؟ فأصبح كلمة الإمام يقصد بها الرافعي. ده دي مصطلحات زي ما بقول لك، هم اعترفوا بيه قبل ما تولد انا وانت يعني، واخد بالك؟ فلا عشان اما تيجي تقرا لهم بس تفهمهم. قال الشيخ الامام ابو الطيب، والشيخ هو الشيخ قد يكون شيخه الزمان زي حالنا كده عجز يسموه شيخ، يبقى لشيخه الزمان، الله يكرمه. وقد يكون شيخه الناس، الناس تقول له يا شيخ، وقد يشيخه العلم ولو صغير في السن، يبقى شيخ برضه. يبقى الشيخ يطلق على من شيخه الزمان او شيخه الناس او شيخه علمه، واضح؟ هنا بقى بيتكلم على الشيخ الامام ابو الطيب، لما الف الكتاب ده كان في شبابه يعني، لكن شيخه علمه، خدت بالك؟ يبقى هنا ده شيخه وعلمه. قال الشيخ الامام ابو الطيب، ويشتهر ايضا بابي شجاع، يبقى له كنيتان، ابو الطيب وابو شجاع، عرفنا هنا من الكلام ان له كنيتان. شهاب المله والدين لقبه، يبقى عندنا كنيه ولقب. الكنيه اللي هي اب او ام، نقول ابو فلان او ام فلان، تبقى دي كنيه. لما يبقى لقب يقول لك شهاب الدين، شهاب المله والدين، نور الدين، دي اسمها لقب. زي مثلا ما نقول سيدنا ابي بكر الصديق، كنيته ابو بكر، اسمه عبد الله، لقبه الصديق، مش كده برضه؟ نيجي لسيدنا عمر، كنيته ابو حفص، لقبه الفاروق، اسمه عمر. فيبقى في كنيه ولقب واسم، فهنا برضه جاب لك كلها. يبقى كنيته ابو الطيب وابو شجاع، ولقبه شهاب الملة والدين. وعادة العلماء كل من اسمه احمد يسموه شهاب الدين، وكل من اسمه محمد يسموه نور الدين،
عادة العلماء كده، واخد بالك؟ فأول ما تسمع واحد لقبه شهاب الدين تتوقع على طول أحمد، وكل من اسمه يحيى يحيى يسموه محيي الدين، واخد بالك؟ علشان كده تقول لك الإمام النووي ومحيي الدين يحيى النووي، مش كده برضه؟ فيبقى دي ألقاب تعرفت عليها الناس الأمة. المحمد يبقى نور الدين، كويس؟ علي محمد ده شمس الدين، إنما علي نور الدين، اللي اسمه علي يبقى نور الدين، واللي اسمه محمد يبقى شمس الدين، واللي اسمه أحمد يبقى شهاب الدين، واللي اسمه يحيى يبقى محيي الدين، كويس؟ لأن الأسماء دي أصلا بتتكرر كتير. شهاب الملة والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني، تنفع بالبه وتنفع بالفاء، وإحنا قلنا دي مدينة في إيران. سقى الله ثراه، وثرى فين؟ في المسجد النبوي الآن، دفن خارج باب جبريل، ده زمان في القرن الخامس الهجري لما كان إيه خارج باب جبريل، ده مش في المسجد، لما اتسع المسجد دخل. لا مش عارف، انا اظن ان هو الحسين هنا المكتوبة عندي، ودي اللي قرأناها على مشايخ. خلينا على الحسين، وبعدين بعد كده نطلع كتب ايه طبقات الشافعية. حد فيكم يطابع طبقات الشافعية ويشوف هل في خلاف في الاسم حسن والحسين ولا هو الحسين. احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، واسكنه اعلى فراديس الجنان، امين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنخلص 9:15، مش عايزين نطول عليكم. 9:15 كفايه. جاي جمع فردوس، والفردوس هو اعلى الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ كتابي هذا، يبقى العاده ان يبتدئ المصنف او الكتاب بالبسمله. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ كتابي هذا، والله مش بسم الله، اي بسم الله اي باسمه ابتدئ. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى ابدا، وانت بتاكل تقول يبقى ابدا اكلي، مش كده برضه؟ متعلقه الفعل اهو. اذا كنت بتقول بسم الله وانت بتتكلم يبقى ابدا كلامي، إذا كنت بتقول بسم الله وأنت بتصنف كتاب يعني أبدأ كتابي، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى بسم الله متعلقة بفعل يختلف باختلاف حال الإيه القائل، والبسملة أمر مطلوب لكن يحرم عند فعل المحرم، يعني ما ينفعش مثلا وأنا بشرب خمرة، أنا أعوذ بالله، يعني بيشرب مش أنا، يعني اللي بيشرب خمرة يعني يقول بسم الله على كأس الخمرة ويشرب، لأن ده استهزاء، لأنه كيف يتذكر ربه وهو يفعل الكبيرة؟ هيبتدي يزني بامرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهو بيزني. الله، ده استهزاء، حرام. يبقى قد تكون البسملة حرام أحيانا، وقد تكون مكروهة عند فعل المكروه، لما يبسمل عند فعل مكروه، وقد تكون مباحة. ما يصحش عند فعل المكروه ان الانسان مثلا ايه يبسمل، ولا عند فعل الحرام، واضح؟ زي برضه نفس الحكايه الصلاه على النبي، ما ينفعش تصلي على النبي في وقت لا يليق بقدسيتها. الناس العوام تلاقي واحده رقصه داخله يقول صلي على النبي، واخد بالك؟ مش ده اساءه ادب، ما يصحش، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى دي كلها حاجات من الفقه البسيط اللي بيه الانسان يتعلم الادب مع رب. اثناء امر خلافي بين المذاهب، يعني انا ارى حسب فهمي، وانا بقالي 30 40 سنه بقرا في كتب الفقه، انه لا مانع من انك تصلي على النبي اذا سمعت اسمه، سواء انت في صلاه او خارج الصلاه، خصوصا ان الصلاه على النبي من جنس الصلاه وليس شيء أجنبي عنها، فطالما هي من جنس الصلاة
والنبي قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وان النبي كمان ايه دعا على الذي يذكر عنده ولم يصلي عليه. قال ايه لما سيدنا جبريل قال له بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل امين، فقلت امين. مش كده برضو؟ والامر هنا مطلق، فما دخلتش الصلاه استثنيت، فلم تستثنى الصلاه، وبالتالي يبقى في كل احوالك كلما سمعت النبي تصلي على النبي. نيجي نشوف لفظ الصلاه على النبي بقى، ده هل من جنس الصلاه ولا خارج عن الصلاه اجنبي عنها؟ فان كان من جنس الصلاه فلا باس، ان كان اجنبي عنها فلا تفعله. فهمت طريقة التفكير الفقيه؟ مش بطريقة بقى ايه اصله ما فعلهاش يبقى اذا ما عملهاش. الطريقة دي خطأ، لانها جعلت ان المسكوت عنه منهي عنه، وده وليس فقه، لان المسكوت عنه عفو. مش كده برضو؟ والمتروك لا يدل على النهي، يبقى الترك صفة للفعل والسكوت صفة للقول، ولا ينسب للساكت قول. مش كده برضو؟ فما تركه النبي نبحث لما تركه، إن كان في سبب شرعي يبقى ياخد حكم هذا السبب، إن ما كانش في سبب شرعي يبقى يدل على جواز الترك. واضح؟ طيب والمسكوت عنه، المسكوت عنه احنا عندنا قاعدة عند الفقهاء جميعا مش الشافعية بس، لا ينسب للساكت قول، يبقى ما تنسبش للنبي قول، هو ما قالوش، هو سكت. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان الله حد حدودا وايه وشرع شرائع وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم، سكت، يبقى جعل السكوت عفو. مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى اللي يجي يقول لك ليه بتصلي على النبي وانت جوه الصلاه لما بتسمع اسم النبي، ده النبي ما عملش كده والصحابه ما عملوش كده، مش عارف، يبقى ده مش فقيه. ليه؟ لانه كونه ما عملوش ده لا يستدل منه على النهي. واضح؟ لان الترك لا يدل على النهي. فدي نقطه مهمه. طيب ما هو النبي كان بيعمل كده، لا يعملها في سره زي ما بيقرا الفاتحه في سره. ما هو لا يحدث تشويش، التشويش في الصلاه منهي عنه. كويس، حتى لو قرا الفاتحه بتشويش، واحنا عندنا قراءه الفاتحه لازمه للامام والماموم في السر والجهر سواء بسواء، لكن بلا تشويش. فلو وقع في التشويش يبقى دي مخالفه اخرى، فالمخالفه جاءت من ايه؟ من ان هو شوش، لا من كونه صلى على النبي. والنبي كان لا يمر بآية استغفار الا استغفر، ولا بآية دعاء الا دعا. الأحناف عندهم في الفريضة ما تعملش، وفي السنة اعمل، رأي الأحناف كده، في الفريضة ما تعمل، ده رأي الأحناف. والشافعية عندهم الفريضة والسنة والنافلة سواء بسواء، لأن أحكامهم سواء. واضح؟ فهي المسألة خلافية، وطالما مسألة خلافية يبقى وسع مخك، اللي شايف نفسه منشرح بيعملها سيبه ما تنهاهوش، لأنك لو نهيته عن أمر سكت عنه النبي يبقى أنت بتجيب شرع جديد، يبقى أنت اللي مبتدع. فهمت بقى؟ يعني لو جيت انت نهيته يبقى انت ابتدعت نهيا لم ينهاه النبي، سكت عنه. مش كده برضه؟ فناخد بالنا من دقة هذا الأمر، لأنه انتشر الناس اللي هم بيجعلوا المسكوت عنه والمتروك علامة ودليل على التحريم أو على الكراهة، وهذا خطأ، ليس ده قول فقيه. وليك انك انت تقرا في العبادة برضه؟ في أمور العبادة، في كل حاجة. أكملت لكم دينكم. ايوه، ما اكمل لك الاصول، اداك الاصول، لكن مثلا في الدعاء ادعوني استجب لك، ما تلتزمش بدعاء معين، اي دعاء تجتهد فيه، اي تسبيح تجتهد فيه، واخد بالك ازاي؟ وهكذا، لانه ترك لك مساحه انك تعبر عن مشاعرك حتى لا تكون مقلد وحافظ لكل حاجه، فترك لك مساحه، بدليل ان سيدنا خباب بن الارت سنى ركعتين لم يامر بها النبي للقتل. مش كده برضه؟ مش قال لهم قبل ما قالوا له تقتلوه، قال لهم طب ادوني فرصه اصلي ركعتين، فصارت سنه من قتل ان يصلي ركعتين قبل ان يقتل. شوف قد ايه؟ مين اللي سنها دي؟ هل سيدنا الرسول اللي امروا بيها؟ طيب مين اللي سن سنه الوضوء؟ سيدنا بلال.
قبل ما النبي يأمر بيها. وبعدين قبل ما يبقى إقرار مش قبلت منه ولا خطواته في الجنة، قبل ما يقرها النبي مش كانت سبب ان هو سبقه في الجنة، ولا كان قبولها عند الله متوقف على إقرار النبي؟ فهمت ازاي؟ فلازم الواحد يتحرر الأول من الفكر السائد الوقتي في ضيق الأفق في فهم أمور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الراجل حمد ربه سمع الله لمن حمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، بيستأذن النبي يقوله ولا ما استأذنوش؟ قبل ما يقر النبي مش الملائكة رفعتها قبلتها ولا ما رفعتهاش؟ ولا كان متوقف رفعها على إقرار النبي؟ فدل على أن في مساحة تركها الشارع لنا إننا نجتهد فيها، ما فيش مشكلة. وبالتالي طالما شوف هقول لك حاجة، أنت بتقيسها هل النبي نهى ولا ما نهاش؟ هل هي تندرج تحت أصل من أصول الشرع أم لا؟ هل هي أجنبية عن هذه العبادة أم عبادة مستقلة أجنبية لا يعرف الشرع مثلها؟ تقيس هذا كله. فلو وجدتها أنها ليست أجنبية عن العبادة وأنها مأمور بها وأنها لك أن تفعل وتدخل تحت إيه؟ من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به، تدخل تحت هذا. واضح؟ العبادة اللي هي مثلا إيه يعني الظهر 4 ركعات ما ينفعش أخليها أنا 5، الركعة فيها سجدتين ما ينفعش أنا أخليهم 3، لكن هقول هنا جوه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا نقرأ إيه بعد الفتحة؟ يبقى تركك أهو. تقرأ كم آية؟ تركك، مش كده برضو؟ يبقى في أمور متروكة. تقول إيه في 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 السجود أو في الركوع؟ إدالك أمثلة ولك أن تجتهد وتقول ما شئت. في التلبية الصحابة لب التلبيات مع النبي غير تلبية النبي وأقرهم. لما تخش باب الحج تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر كان بيلبي بطريقة وده بيلبي بطريقة والنبي بيقر الكل. يبقى في أمور في الشرع لما تيجي تدخل في الشرع الشريف هتجد يبقى عندك الحس الفقهي اللي بيه قد تستسيغ بعض الأمور وقد لا تستسيغها، ويبقى دي أمور خلافية. يعني قد يكون الكلام اللي أنا بقوله لك ده إنه مفيش مانع إن يصلي على النبي في الصلاة، واحد تاني يقول لك لا ما يصليش على النبي في الصلاة، يبقى يصلي بعد الصلاة مثلا ما يجرش حاجة، يبقى ده صح وده صح وأنت تعمل اللي يريحك وده أمر خلافي. يبقى نسع بعضنا ما نصلش لدرجة بقى بضع ضلالة في النار ونودي نفسنا في داهية. فهمتني قصدي إيه بقى؟ تبقى دي الأمور لازم تتعود ساعة الصدر. يعني أما أجي أنا مثلا أطبق هذا الأمر على الأذان أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا أشهد أن محمد رسول الله؟ اصبر علي، اصبر. أنا ما أقول لك وجهات نظر المختلفة، ده فقيه وده فقيه وده صح وده صح، واخد بقى. كل العلماء قالوا الأذان زي ما اشتهر وزي ما تعلمناه وكذا في التشهد، ما نقولش سيدنا محمد. خارج الصلاة وخارج الأذان قول سيدنا محمد بإجماع العلماء. بعض العلماء التانيين ودول الشافعية على فكرة قالوا انك انت يجوز إذا زيادة لفظ سيدنا في الأذان لأنها زيادة أدب، خصوصا أن الأذان ليست ألفاظه قرآنية. أيوة متأخر الشافعية وكثير من المالكية، متأخر المالكية وكثير من الأحناف، وأنا أجيب لك معايا يعني حتى أدلة كثيرة لناس كتير. وليك تشتري كتاب حتى مطبوع في السوق وبيباع بقاله 60 سنة تشنيف الأذان، وعندنا الفتوى دي احنا جبناها، وعندنا احنا في مسجد الأشراف فتوى بدرجة. لأن احنا عندنا في مسجد الأشراف على فكرة هنا في المقطم بنقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، واخد بالك؟ وأنا صليت في المسجد الأموي لقيته بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هناك في سوريا، ومسجد الشبراوي هنا في صلاح سالم بيقول لك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان. يبقى لا بأس، يعني أنت سيبه ده يقولها وأنت ما تقولهاش ما يجراش حاجة، وده حلو وده حلو. وجهة نظره إن الأذان ليست ألفاظه قرآنية وأنه شرع بالمنام، واخد بالك؟ وأن النبي أقر سيدنا بلال إنه يزود في الأذان شيء هو قاله له، قال له الصلاة خير من النوم، قال له اجعلها في أذانك يا بلال، وما عملش كده في القرآن، مش كده برضه؟ وفي المطر يقول إيه الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة، مش كده برضه؟ وفي وارد صيغة في الأذان أوردها الأئمة إن فيها حي على خير العمل كمان، وأخذ بها الشيعة وهي واردة. ممكن
تقول الصلاة في البيوت كل ده، اللي هي لأن الرحال زمان هي البيوت دلوقتي، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى الأذان ليست له نفس قدسية القرآن بأدلة كثيرة، واضح؟ الأذان لما توصل بقى للأسانيد اللي وصل لنا بها الأذان تجد إن وصلت لنا 16 صيغة في الأذان، غير الصيغة اللي احنا بنقولها دي، على فكرة دي واحدة من 16 صيغة، بس هي دي اللي اشتهرت. اشتهرت الأمة، اشتهرت. انت اتولدت لقيتهم بيقولوا كده، بقيت تأذن تقول كده خلاص. لكن انت اما تروح زي ما تقرا القران بروايه حفص عن عاصم، هو القران كله حفص عن عاصم؟ طب ما في 20 قراءه، وكل قراءه يعني. انا قصدي ان شهره صيغه معينه لا تنفي وجود صيغ اخرى. طب ما سبت ما يجراش حاجه. طب انا لو قلت لك دلوقتي حي على خير العمل، وهي ثابته على فكره في كتب السنه، واجيب لك تخريجاتها المره الجايه صحيحه الاسناد، لو قلت حي على خير العمل دلوقتي هتعمل فيا ايه؟ لا هتتخانق معايا لانها مش مشهوره، هتقولوا احنا بقينا في ايران ولا ايه؟ واخد بالك؟ ويبلغوا ان المسجد ده مسجد شيعي. فلازم احنا نوسع. طب وهو مش سيدنا علي مش ولي الله؟ كلمه صح ولا مش صح؟ طب ما ولي الله هو انشاوها ليه؟ لان كانوا زمان بيسبوا سيدنا علي على المنار زمان، فبقوا يقولوا كده عشان يبينوا ان هم ما بيسبوهوش، بيعتذروا لها، ثم بعد ذلك توراثتها الاجيال. فهمتني ازاي؟ بس اسمعني بس، المسائل دي مسائل يختلف فيها وجهات نظر الفقيه، فممكن انت توافق وانا بتوافقني، وممكن ما توافقنيش، ونفضل كلنا حلوين. فهمتني ازاي؟ ادي المساله. انا عايز توسع مدارك، مش عايزك تقتنع برايي على فكره، لكن انا عايزك تتعود ان في راي يقابل رايك، بس دي كفايه. يعني تيجي في مساله السبح نفس الحكايه، السبح دي وسيله للعدد، والنبي امرنا بالعدد، هل لازم اعد على صوابعي؟ طب لو اتخذت وسيله اخرى غير صوابعي هل تبقى جائزه ولا بتاع؟ عندنا قاعده بتقول الوسائل تاخذ حكم المقاصد. واحد تاني يقول لك لا بس دي اصلا عباده، والعبادات تبقى توقيفيه، انا مش هستعمل السبح. نقول له خلاص يا سيدي عد انت على صوابعك، انا هعد على السبح ونعملها عداد مش عارف ايه، وهكذا. يعني وجهات النظر دي تختلف فيها. اصبر علي انا قلت لك مش مهم تقتنع، وانت ما تقولش سيدنا محمد في الاذان على فكره، انا مش بقول لك كده، لكن في واحد تاني مستسيغ ان يقولها، لان سيدنا جاء بها لفظ الشرع، انا سيد ولد ادم، واخد بالك ازاي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقر تقديم الادب على الاتباع، لما قال لسيدنا ابي بكر في مرض وفاته خليك، وسيدنا ابو بكر لما وافقش ورجع وقال ما كان لابن ابي قحافه ان يؤم القوم ورسول الله بينهم فاقره، واخد بالك؟ وسيدنا رسول الله اقر سيدنا علي لما ايه، قال والله ما امحوها ابدا في صلح الحديبيه، وكان الاتباع يقتضي انه يمحوها، فمحاها النبي ولم يلوم سيدنا علي، واضح؟ يبقى هل هذا لفظ السياده ده في نوع من الادب، فالادب يقدم على الاتباع، ولا هو الاتباع هو عين الادب؟ وجهتين نظر. الشافعيه قالوا الادب يقدم على الاتباع، والتانيين قالوا الاتباع هو عين الادب، فده مذهب وده مذهب، وده حلو وده حلو، واضح الكلام؟ بس لكن مش شرط انك انت يعني ايه تعود نفسك ان لازم الشيخ اللي انت بتاخد منه تبقى موافقه في كل الفروع والتفاصيل. لا غلط كده، مش هتلاقي شيخ، لن تجد شيخ بهذه الطريقة. طول عمر الأمة يختلفوا في الفروع البسيطة اللي زي دي، وده يستسيغها وده ما يستسيغها، وقد لا تستسيغ أمر الآن وبعد 10 سنين قبلك ألاقيك مستسيغه، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يعني تختلف وجهات النظر والأمة تسع بعضها، أدي المسألة. طالما نيتنا طاعة الله ورسوله، زي برضو لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، مش كده؟ اختلفوا الصحابة في عصر النبي، قالوا ده النبي يقصد إن هو يستحثنا على السفر على الوصول، والتانيين قالوا لا إحنا هنصليها ولو المغرب إدا علينا مش هنصليها إلا في بني قريظة، كويس؟ ووصل الخبر للاتنين مذهبين، مذهب نظر إلى مقصد القول ومذهب نظر إلى حرفية القول، واخد بالك إزاي؟ والصحابة انقسموا فرقتين، فرقة صلت وفرقة تانية مشيت صلت على المغرب هناك، ولما وصل الأمر للرسول عمل إيه؟ أقر الاثنين،
كلهم أمية، ولا قال الواحدة مبتدعة وضلالة وفي النار؟ ما قالش. واضح؟ يبقى الحكاية بسيطة. خلينا بقى نخش هنا. وعلى فكرة لما نخلص الكتاب ده هتتحل إشكاليات كتيرة في ذهنك، فمش شرط تحل كل إشكالياتك في أول قعدة. صح ولا لا؟ احنا بنحل مشاكلنا كلنا مع بعض قعدة بقعدة، خطوة بخطوة. كان الدكتور علي جمعة ربنا يشفيه كان يقول ايه؟ كان يقول العلم عن مشايخه، الكلام ده عن مشايخه، بالقطارة نقطة نقطة. انت بقى عايز تاخده بالمغرفة، خده بالقطارة، هتشرق وممكن تتآية. عارف انت لما تاكل حاجة بالعافية هتتآية، مش هتستفيد بيها، لكن خدها بالراحة هنتعلمها. ولازم نتعود ان في مذاهب كثيرة وجهات نظر كثيرة، وان ده كل ده داخل تحت الشرع الشريف، وان ديننا ليس مذهب، ديننا اوسع من المذاهب. واضح؟ احنا قلنا كده في المقدمة ونذكرك بيها تاني، ان ديننا ليس مذهب، ديننا ليس هو المذهب الشافعي، ديننا هو كل المذاهب، ولكن المذهب الشافعي طريقة لتطبيق وفهم القواعد على أصول أصلها الإمام الشافعي استقاها من السابقين للصحابة. واضح؟ فهي دي المسألة. فنقف، بس عايزين نقف عند باب الطهارة، كتاب الطهارة، عشان نبقى وقفنا عليه. طب أنا هقول لكم حاجة، احنا كده طولنا، نقف عند هنا على الحمد لله رب العالمين. نقف عند ايه؟ رب العالمين. معكم قلم؟ نسأل. ويوم الثلاثاء القادم نكمل ان شاء الله. اي اتفضل. دلوقتي في بعض الناس في الصيد في اشهر الحر، هل التعبد من ذلك مثلا ده مقبول؟ ان انا تعبدت يعني كده خلاص عشان اعرف اتقرر في العباده في اشهر الحرم خاصه في ايام الحج. حرمه الصيد للمحرم ولا لغير المحرم؟ للمحرم. يحرم على المحرم صيد البر ما دام محرما. لا خلاص اصلا هروح. ايه العله؟ العله تعبدي واحتراما للمكان، وليشعر كل مخلوق في هذه البقعه بالامان، لان ربنا بيقول ومن دخله كان امنا، وده خبر، واخد بالك؟ فليتحقق الخبر، وان دخله كان امنا اي فامنوه. واضح؟ ولكن لو لم تجد لها عله تعبدي، ربنا تعبدنا بها. سؤال اخر. اي تفضل. الرجل مثلا يصلي وراء الامام والامام يقرا بسوره غير الفاتحه، هل هو دخل في الصلاه يقرا الفاتحه؟ طبعا الشافعي يقرا الفاتحه على طول، حتى لو قلنا الامام يقرا، حتى لو الامام بيقرا، الشافعيه كده هتاخدها دلوقتي، لازم يقرا الفاتحه. ولو ما قراش الفاتحه يبقى الركعه دي لم تنعقد، ما يسلمش مع الامام، يقوم يجيب ركعه. الا اذا ادركه ركعا. الا لو ادركه ركعا، معلش. يعني انت لو ادركت الامام واقفا كويس، وانت سرحان جاي من شغلك سرحان، انا دي ساعات مره حصلت لي، لقيت نفسي واقف وراه قاعد بقرا التشهد من سرحاني، يعني المفروض اقرا الفاتحه، ظبطت نفسي بقرا التشهد والراجل بيركع، فانا مش هقدر انشئ فتحه جديده بقى خلاص، فرحت راكع معاه واعتبرت دي مش ركعه، وما سلم قمت جبت ركعه. الشافعيه كده، لكن الحنفي ركعه، واخد بالك؟ وانعقدت صلاه، لان قراءه الامام قراءه للماموم، واخد بالك؟ ففي اكتر من كده بقى، خلاف في المذاهب ونتحمله ولا ما نتحملوش. واحد يقول لك دي صلاه باطله، والتاني يقول لك لا دي صلاه صحيحه. في اكتر من كده في الصلاه، بطلان وصحه، اهي دي اقوى من جائز وغير جائز، مش كده برضو؟ وتحملتها الامه على مر العصور مثل هذا. اتفضل. اخر مذهب. اخر سؤال. ادراك الامام في حاله القراءه. انت مش ناوي تدرس الكتاب ده وعن احكام الصلاه؟ ولا انت ناوي تروح ما تجيش تاني؟ ها؟ انت ما هتدرس الكتاب ده على فكره، وناخد احكام الصلاه هتلاقي كل الاجابات دي اتقالت. سهله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.